نفذت القوات المسلحة عدة حملات مكبرة للبحث والتفتيش عن الزراعات المخدرة وذلك في سيناء. يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مقدرات الوطن، حيث تم تحقيق نجاحات مؤثرة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية. استمرارا لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مكتسبات الوطن، تم تحقيق نجاحات مؤثرة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث قامت القوات المسلحة بتنفيذ مداهمة للقضاء على العناصر الإجرامية والبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات المخدرة بنطاق الجيش الثالث الميداني بإجمالي 16 مرحلة، وذلك خلال الفترة من 9 إبريل 2023 وحتى 23 نوفمبر 2023. وقد أسفرت نتائج المداهمة عن اكتشاف وتدمير 439 مزرعة لنباتات مخدرة بإجمالي مساحة 313 فدانا، تنقسم إلى 300 فدان لنبات الخشخاش المخدر و10 أفدنة لنبات الهيدرو المخدر و3 أفدنة لنبات البنجو المخدر. حرق وتدمير 44 طن و774 كيلوغرام مواد مخدرة، تنقسم إلى 35 طن بانجو و4330 كيلوغرام بذور بانجو و3515 كيلوغرام بذور خشخاش و200 كيلوغرام هايدرو و900 كيلوغرام بودرة حشيش و629 كيلوغرام حشيش و200 كيلوغرام أفيون. كما تم ضبط 16 متهما وتدمير البنية التحتية للزراعات وتصنيع المواد المخدرة من خلال ضبط وتدمير 14 مصنعا لتصنيع جوهر الحشيش المخدر و10 مكابس و8 مفرمة حشيش. ضبط وتدمير 201 حوض مياه بمساحة من 20 إلى 30 مترا مكعبا و52 ماكينة مياه و83 ألف متر خراطيم مياه و6 مولدات كهرباء و50 لوح طاقة شمسية. كما تم ضبط 9 عربات نقل و3 دراجات نارية و14 خزنة ذخيرة و492 ذخيرة أنواع. هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لإحكام السيطرة واستمرار القضاء على الزراعات المخدرة ومنع تهريبها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.